ينضم معنا من بغداد للحديث عن اقتراح دلالات اقتراح مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر تشرين الأول المقبل ومدى جدية الأحزاب والحكومة بهذا الخصوص. معنا قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك أستاذ قحطان. بداية، مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر تشرين الأول المقبل. السؤال هنا، هل كان هذا التأجيل متوقعا وما هي مصلحة المفوضية بهذه الخطوة؟ تفضل. اهلا وسهلا بك اخي العزيز، وحيا القناه وحيا المشاهدين الكرام. اهلا بك. نعم، هذا التاجيل كان متوقعا، وايضا انا اتوقع التاجيل المقترح سيكون ايضا هو مهلهلا وسيؤجل الى وقت اخر، واتوقع ان حتى الانتخابات برمتها امر ما عاد ممكنا بالحاله العراقيه. نعم. اما لماذا تم تاجيلها ولماذا كانت التاجيل عن طريق المفوضيه؟ بالتاكيد هي اراده احزاب سياسيه متنفذه، ولكن يساق ان تخرج بانها اراده جهه اداريه للانتخابات لكي تبدو وكان الطلب منطقي وان المساله مساله اداريه ليس سياسيه. نعم. ولكن الحقيقه هي ان الخلافات الكبيره ما بين القوى السياسيه وبين القوى المؤثره الخارجيه بالشارع العراقي هي التي الآن في خلاف كبير، لذلك لا توقع انتخابات تجرى في موعدها لا القادم لا الحجران ولا تشرين ولا حتى بعد. سيد قحطان، الوثيقة الصادرة عن رئيس مجلس المفوضين جليل خلف تحدثت أن سبب اقتراح الموعد الجديد هو انتهاء مدة تسجيل التحالفات السياسية وقلة عدد التحالفات المسجلة. السؤال هنا، هل يمكن أن تضيف هذه التحالفات بالفعل للمشهد السياسي وتغير شيئا بالواقع المتردي اقتصاديا وخدميا؟ بالتاكيد هذه لا تضيف شيئا. اولا ان الاحزاب التي اساسيه موجوده هي مشكله في الاساس، الاحزاب الطامعه الى الوصول الى سلطه معينه من توظيفات سيئه او سلبيه العفو لثوره تشرين هي صنعت التسجيل وظهر براها. ولكن الحقيقه ان هذه الاحزاب ادركت ان المعنيين في ثورة تشرين لن يذهبوا إلى هذه الآلية إلى تسجيل أحزاب، لأن ما زالت تشرين مقتنعة أن رؤيتها للانتخابات الأسلم لم تكتمل بعد، فما زال حتى مفوضية ذاتها المذهبية الطائفية هي أساس المشكلة، وهناك قوانين أخرى بما فيها الإقصائية التي تحول دون أن يكون أملا حتى الذي سيفوز في الانتخابات القادمة ستكون هناك أمامه ما يسمى بالقوانين إقصائية. نعم. وسيكون عندها تطبق في حقه هذه القوانين. لكن من المستفيد دكتور قحطان من تأجيل الانتخابات؟ وماذا يعني التضخم بأعداد الأحزاب المسجلة؟ هناك 400 حزب مسجل يتنافسون على 328 مقعدا فقط. بالتأكيد الذي يستفيد هو الأحزاب المتنفذة لسببين أساسيين. نعم. أولا عدم إجرائها تأخيرها يبقي على حالتهم في الوجود وفي التأثير، واحد. اثنين، تتبين بمرور الزمن وضعية الخلافات القائمة بين أمريكا وإيران واحتماليات التسوية وعدم التسوية، وبذلك يخدمهم بشكل أو بآخر. الشيء الثالث أن الثوار والذين يأملون بالثورة شيئا قد يتممن فيهم الصبر وقد يتراجعوا من مطالبهم، وبالتالي تفرغ الساحة لهذه الأحزاب السياسية. وجود حكومة الكاظمي في اجتماع تأجيل الانتخابات إلى أي مدى يؤكد أن الموعد الذي حدده الكاظمي لم يكن إلا إبرة مخدرة كما يؤكد الشارع المنتفض؟ هو أساسا هي إبرة مخدرة بالتأكيد وليس إلا، ولكن من منطق العام أن يكون للكاظمي وحكومته حضور في هذا الاجتماع باعتبار أنه هو الجهة المعنية التي أعطت هذا الموعد وبالتالي متابعته بالتأكيد جزء مهم بالنسبة له، ولكن هو مقتنع وسواه أن الأمر ليس مجرد كلام ولا وعود، ولكن هناك أوراق واتساق وتوافقات وأشياء تبرم خلف الطاولة، وبالتالي تبقى الأمور عالقة ومتعلقة. طيب، ماذا عن قيمة الانتخابات المبكرة هذا إن حدثت؟ وما الضمانات بعدم تزوير الانتخابات كما جرى عام 2018 ووجود أحزاب تريد ركوب موجة الثورة كما أكدت صحيفة ميدل إيست آي البريطانية؟ بالتأكيد هذه الحالة موجودة، عملية انتطاء الثورة وعملية تجديد الذات للإبقاء على الذات. لا يمكن أن يعول على الانتخابات مزمع إقامتها، لأن
كل أسباب الخلل قائمة، وحتى الشكليات من التعديلات التي حصلت ما هي إلا تعديلات شكلية. ما زالت الأحزاب المذهبية الطائفية قائمة، وما زال السلاح منفلت، وما زالت الإقصائيات قائمة، وما زالت التدخلات الخارجية موجودة. إذن هذه كلها موجودة، وبالتالي لا جديد في العملية، ولا يمكن أن يكون للقادم قدرة على التأثير والفعل، والتجربة كانت دليل واضح على ما نقوله. في سؤالي الأخير إليك دكتور قحطان، يعني ما المطلوب اليوم من أجل إحداث التغيير المنشود والحقيقي في العراق، لا سيما مع استمرار تظاهرات ثورة تشرين؟ تفضل. أملنا كبير باستمرار الثورة والضغط على اتجاهين. أولا نؤكد دائما إحقاق أو تحقق تغييرات حقيقية في العملية السياسية، أو تعديلات جوهرية كما قلنا في قانون الأحزاب السياسية، في قانون تمويل الأحزاب، في السلاح المنفلت، في المفوضية، في القوانين الإقصائية. لم تجرى هذه الأمور لم يكن هناك انتخابات نظيفة ونزيهة. الشيء الآخر هو أن يبقى الضغط الشارع قائم، تأخذ الثورة مداياتها أخرى، مدايات أخرى للتأثير حتى أكثر من مجرد الخروج في تظاهرات، قلنا دائما إلى العصيان المدني أو إلى أوسع من ذلك. الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.